منقذ ريال مدريد وحلال العقد خيار أنشيلوتي الأول. فعلى الرغم من صغر سنه فدخوله للمباراة يعني أنك على وشك مشاهدة ريمونتادا، فهو أصغر لاعب برازيلي سجل في كوبا ليبرتادوريس، وثاني أصغر لاعب بتاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هاتريك، يسير على خطى العمالقة جوهرة الريال رودريجو. إليك قصته. رودريجو غوز الصغير المكير. ولد رودريجو سيلفا دي غوز بمدينة أوساسكو بولاية ساو باولو في 9 يناير لعام 2001. يفضل اللاعب على الجناح الأيسر ويجيد اللاعب على الجناح الأيمن وكمهاجم صريح. قيمته السوقية 46 مليون يورو، فحسب موقع ترانسفير ماركت هو أعلى قيمة في الدوري البرازيلي، حيث بدأ رودريجو مسيرته بشباب نادي سانتوس وهو بعمر 10. فقد كان من المفترض أن ينضم لفريق الكرة الخماسية، لكنه لفت الأنظار بشدة لينضم إلى فريق الشباب. ففي مارس 2017 تم تصعيده للفريق الأول لنادي سانتوس، ليوقع رودريجو عقده الاحترافي الأول في يوليو 2017 لنادي سانتوس، وتم تصعيده بشكل كامل للفريق الأول. شارك رودريجو مباراته الأولى ببطولة كوبا ليبرتادوريس عام 2018 ليصبح أصغر لاعب بتاريخ نادي سانتوس يشارك في البطولة. أما في الدوري المحلي فقد سجل هدفه الأول أمام نادي سيارة. الانتقال إلى ريال مدريد. دخل ريال مدريد صراعا مع غريمه التقليدي برشلونة للحصول على خدمات رودريجو، لكن النادي الملكي تمكن من خطفه في يونيو 2018 لينهي الريال الصفقة بعقد يمتد حتى 2025 مقابل 45 مليون يورو. فاعتمد مدرب الريال زين الدين زيدان عليه ليتوج رودريجو بجائزة أفضل لاعب في الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا بعد تألقه أمام غالاتا سرايا التركي، وسجل خلال اللقاء 3 أهداف ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل هاتريك بعد أسطورة الريال راؤول غونزاليس، لتكون مسيرة رودريجو على طريق العمالقة. أما في الموسم الحالي فقد بزغ نجمه واعتمد عليه أنشيلوتي وأصبح حلال العقد، فما قام به أمام باريس في إياب الدور 16 حيث قلب النتيجة بثلاثية خلال 20 دقيقة فقط من بعد نزوله كبديل. فلم تكن مباراة باريس سان جيرمان المرة الأولى التي يكسب فيها البرازيلي الشاب رهان مدربه كارلو أنشيلوتي، حيث كانت الانطلاقة الثانية في الدور الربع النهائي ضد تشيلسي الإنجليزي بعد أن وقع إقحامه في 78 من المباراة، حيث كان ريال ممدريد منهزما 3-0. لكنه تمكن بعد 2 دقيقة فقط من تسجيل الهدف الذي خول لزملائه العودة في المباراة والتأهل إلى نصف النهائي، ليمثل دخول النجم البرازيلي في تشكيلة ريال مدريد الإسباني منعرج المباراة أمام مانشستر سيتي، بعدما تمكن من تسجيل هدفين متتاليين جعل الملكي يقلب الطاولة فوق الفريق الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليساهم بوصول كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لينفجر ويفجر معه ملعب سانتياغو بفرحة التأهل، ليطلق عليه جمهور الريال لقب ملك الريمونتادا، ليصفه نجوم كرة القدم العالمية بأن عالم المستطيل الأخضر سيشهد خلال الأيام المقبلة ميلاد سولشاير جديد، نسبة للمهاجم النرويجي السابق لنادي مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، الذي عرف بقدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف بعد دخوله من كرسي الاحتياط، خصوصا مع الإمكانات الكبيرة التي أظهرها رودريجو الذي رفض مقارنته بأي من اللاعبين البرازيليين وفي مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، مبديا إحباطه من تكرار ذلك خاصة بوسائل الإعلام.
التي قالت إن السنوات القادمة على بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون سنوات عجاف لما يمتلكه ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة على غرار رودريجو وكامافينجا وفالفيردي وفينيسيوس من الريال وبدري وجابي من برشلونة وغيرهم من الوجوه الصاعدة بعالم المستطيل الأخضر. وأنت صف لنا كيف ترى مسيرة اللاعب الشاب رودريجو.